بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال الحديث عن الطاقة المفقودة، ونحن في التسجيل الثالث وكما سبق أن قلنا فرج وأنا سوف نصدر كتاب بعنوان XIO_5 الطاقة المفقودة. هذا التسجيل الثالث، رقم التسجيل هو A00II. ودعوني أشرح الرقم. الرقم هو XI5، يعني هناك 4 أصفار. فالتسجيل الأول رقم 2، والثاني رقم 6 4، وهذا الثالث رقم 6. XI5 في الترقيم نستخدم لغة BML وليس XML، يعني في لغة الكمبيوتر اللي هي 0101 أو 0I0I أو OI الموجودة حاليا، لو قلنا 000I يعني 1، لكن نحن عندنا 2، فلو قلنا 00I0 يعني 4 في لغة الـ XI5 أو الـ BML Brain Machine Language، أما في لغة الـ XML فهي 2. وهذا الثالث في لغة الـ XML، لكن في لغة الـ XIO5 يعتبر السادس. باختصار الفرق بين اللغتين، لأن لغة الـ XML هي لغة الكمبيوتر، ولغة الـ BML هي لغة التقنية أو الطاقة المفقودة، وهي لغة البرين يعني المخ. فنحن نعتبر لغة المخ ليس فيها أعداد سردية، حتى 40 في لغة الـ BML تعتبر 30، بينما في لغة الـ XML تعتبر 15. لا نطيل، هذا الحديث مهم وهو لتخفيض الطاقة، طاقة الداتا سنتر أو ما يسمى سيرفرات للإنترنت. أيضا كلنا يعلم الإنترنت، أو ما أدري نتخيل أو لا نتخيل، الكمية الضخمة من التعامل في الإنترنت، ف
فالداتا هذه اللي بتروح وتجي في السوشيال ميديا وفي البنوك وفي كل شيء. الان كل شيء معتمد على الانترنت، حسابات البنوك والاموال وكل شيء، وحتى التليجرام وكل شيء، وحتى برامج التواصل الاجتماعي طاقة متطلبة للمباني اللي فيها السيرفرات اللي هي يسموها الخادم. هذه الطاقة برضو مشكلة انها بتستخدم التيار الكهربائي عالي الدبدبة، ولذلك هناك طاقة مفقودة عالية جدا في البريد، لأنه هذه المباني اللي فيها الداتا سنتر تحتاج تبريد قوي، يعني درجة حرارة ناقص 15، وتحتاج تكييف دائم الرطوبة، يعني حتى لو كان الرطوبة تكون داخل المبنى 50% نسبة الرطوبة اللي هي relative humidity، فهنا طاقة ضخمة جدا، وهذا مسبب لفقدان الطاقة، أو هو أحد أسباب الطاقة. يعني نتخيل ببساطة، لو كانت الطاقة الكهربائية كانت بالتيار ثابت الصادر من بطاريات، فممكن الطاقة تكون، يعني لو كانت هذه الداتا سنتر في الصحراء مع الطاقة الشمسية تخفض من الطاقة الكثير. كل بلد كل هذا عندها الاتصالات وحتى التلفزيون وحتى الراديو وحتى كله يعتمد على نقل الداتا والمعلومات عن طريق الستلايت وعن طريق الأسلاك وعن طريق الشبكة الكهربائية الضخمة. في هذه أو هذا الفيديو على اليوتيوب ممكن يستمر ساعة أو أكثر، لأنه الفيديو الأول وبعدين فيه في الآي الثاني والثالث والرابع والخامس، وممكن يستمر ساعة لأنه كل فيديو حوالي 15 دقيقة أو أكثر إلى 20 دقيقة. هنا داتا كثيرة كبيرة جدا، لكن لو نقلنا هذا الفيديو مجرد بالصوت فتكون الطاقة اللازمة للانتقال ضئيلة جدا، يعني يمكن 1 في 1000. فنحن نستخدم التليجرام لنقل هذا الصوت ونستخدم اليوتيوب، فالفرق بين الطاقة في التليجرام، يعني حيكون هناك قناة تكون منخفضة جدا، لأن استخدامنا للنت الناس البشرية كلها، يعني ممكن مليار يستخدم الانترنت، فهو لما نستدعي الانترنت ففي طاقة تيار كهربائي يروح للخوادم، وطبعا الانترنت نحن نعتقد انه بسرعة الضوء يعني مباشرة، هناك في تأخير، يعني لم يحسب، يعني حتى نقل الصورة انت في اليوتيوب شيء مباشر بتسمعه من امريكا، فهناك تأخير
لأن الصوت أيضا ينتقل، فلا نضيع الوقت، نعود إلى التلوث. فالتلوث المعني به أو الضرر التلوث المعني به الإنسان هو المستقبل للتلوث. فأكبر تلوث لبيئة الإنسان هو تلوث الضوضاء أو للإنسان نفسه. يعني لو الإنسان عاش الآن بعيد عن هذه الضوضاء من الطاقة الكهربائية من التيار 60,000 دبدبة في الثانية، فهذا صوت، لأن مخ الإنسان هو يترجم الصوت أو الدبدبة، حتى الصورة هي دبدبة لكن ناعمة، أما الصوت فدبدبة قوية. يعني الإنسان عشان يعيش خارج هذه الدبدبة فلن يتأثر، مقاومته لن تتأثر باستقبال هذه الفيروسات، فهي تمر مرور الكرام. يعني نتخيل نحن فيروس السرطان، بمعنى يعني خلينا نتخيل الفيروس انه دبدبة، لانه هو في الهواء ونحن ما نرى، يعني ما ترى، لكن هو موجود. فممكن عن طريق الشعاع يضر المخ، يعني لو شعاع قوي في العين هو بس يفقد البصر، فقد جزئية من المخ قوي، يعني ينعمي الإنسان. لو صوت قوي على الإذن فقد السمع، هو فقد جزئية من المخ. هل تستعاد ما تستعاد هذا شيء ثاني. فالجسد كله تحت سيطرة المخ، وجسد الإنسان مقسوم إلى قسمين، تجد كليتين، تجد القلب مقسوم إلى 4 أقسام، 2 سفلية و2 علوية لاستقبال الدم وضخه. فجسد الإنسان مقسوم إلى قسمين، والمخ كذلك مقسوم إلى فصين، حتى هناك شلل نصفي، مثلا تجد يد أو رجل لا قدر الله عند إنسان ما تتحرك، شلل. ف يعني يد ما تتحرك ويد تتحرك، كل ذلك يعني كل شيء مقسوم إلى قسمين، حتى الفيروس حتى الحشرات. من كل شيء خلقنا زوجين اثنين، فالإنسان مقسوم إلى قسمين، وتأثر يعني المخ هو بيوزع التأثر يعني هنا وهنا. فأكبر تلوث المفترض أو على الأقل في مشروعنا إنه الحضارة القادمة. الحضارة هذه ما حتدوم، أي تسلم من الأمراض والناس يعني يموتوا كثير، لأنه عدد الموتى بدأ يرتفع في زمن الكورونا الآن. يعني بيموتوا أطفال وكبار وصغار، يعني حاجات غير معروفة. ما نريد الحديث في هذه الساعة
اللي هي 5 تسجيلات، ونحن في التسجيل السادس. 5 تسجيلات يعني 10. يعني عندنا التسجيل الأول 2 رقمه، الثاني 4، الثالث 6، الرابع 8، الخامس 10. حتى الأرقام استخدامها في الداتا في الكمبيوتر لما تقل بتقل الطاقة اللازمة للتبريد. يعني الأرقام من 1 لـ9 9، بينما في الـ XI5 هي 5 أرقام، 2 4 5 6 8، 5 أرقام. رقم 5 هو السر في تخفيض طاقة الداتا الكمبيوتر، وهو الفرق بين المخ والكمبيوتر. يعني حتى عمليات المخ لدى الإنسان فقط، لو هناك رجل آلي يعمل نفس العمليات بنفس السرعة واستخدم لغة الـ XML يتطلب طاقة عالية جدا. لو استخدم طاقة الـ XL5 الـ X الـ BML اللي هي Brain Machine Language اللي هي دي، ان الرقم الاول 000 I ما يكون 1، يكون 2. رقم 1 يكلف طاقة عالية، والطبيعة لا يوجد فيها رقم 1. ونحن جميع التقنيات الداتا والآلات تتعامل مع الطبيعة. فهنا سر من الأسرار الطاقة المفقودة والحضارة المفقودة. إذا هناك طاقة مفقودة فهناك حضارة مفقودة قادمة. يعني نعتبر 2021 هي الصفر. خلال 100 عام أو خلال 80 سنة سيتجه العالم نحو الطاقة المفقودة، ونلخصها في إلغاء التيار الكهربائي عالي الدبدبة، أي إلغاء المغناطيس في الطاقة. فإذا أعظم مشكلة على الإنسان وعلى البيئة هو المغناطيس، لأنه حتى نصدر الكهرباء من المغناطيس نحتاج طاقة، نحتاج دبدبة عالية جدا حتى تصل الكهرباء إلى كل جهاز، سواء مكيف أو سواء موتور أو حتى كمبيوتر. يعني عندنا الكمبيوتر هو يشتغل بالطاقة، والجوالات بطاقة تيار منتظم وفولت قليل، لكن نحن بنشحن هذا من الجريد، من الشبكة الكهربائية. ففقط شحن الجوالات طاقة عالية. الفولت بسيط لكن الطاقة عالية، الطاقة عالية جدا بسبب الدبدبة العالية. فهذا الكتاب اوديو بوك سيكون بطاقة منخفضة، وفي قناة على التليجرام
برنامج التليجرام موفر للطاقة لأن الصوت، يعني مثلا دحين هذا التسجيل الصوتي لما يكون على اليوتيوب رفعه يكون 20 دقيقة، لكن كمان لما ترفعه كصوت برضو 20 دقيقة تسمعه. لكن كم ساعة البرنامج، يعني لما أنا أعمل له أبلود رفع لليوتيوب ممكن يأخذ مني 20 دقيقة، لكن لو رفعت الصوت بس ممكن يأخذ أقل من دقيقة، أقل حتى من ممكن في 10 ثواني. فهنا تنبيه وتقريب لمشكلة الانترنت وانتقاء والطاقة المستخدمة، وهي للأسف مستخدمة من التيار المتذبذب والذبذبة العالية، مهما بعدت فهي تأثر على الإنسان. يعني لو كان الخادم في أمريكا فهو يأثر علي هنا اللي هو السيرفرات، لأنه عشان نتصل ببعض مثل الآن التسجيل فأنا بستخدم الطاقة العالية. نتحدث في الفيديو الآخر أو في الفيديو التالي عن كيف إني أنا أخفض الطاقة وأنا في مكاني، يعني من الطاقة الكهربائية، باستخدام في هذا الاستوديو استخدام كل التيار للمكيف وللكمبيوترات والشواحن من البطارية مباشرة. نتكلم أكثر في التسجيل التالي.